هذه الرقاب سنرى كيف تذل وتقهر. ألا تنحنون لنبيكم؟ نحن لا نركع لغير الله وحده. محمد علمنا أنه عبد الله ورسوله. كان ذلك، فلمن يفد الحجيج إذن إلى مكة وفي وسعهم أن يعبدوا إلها واحدا يجدونه في كل مكان؟ آلهة قريش عبادة وتجارة، ليس الله سلعة تباع وتشترى. ستعلمك الصياط، احذر وانتبه يا فتى. إنني أملك روحك وجسدك منذ اشتريتك يا بلال، سأعالجك